الحمد لله أحسن إحساس، وهذا الإحساس اللي أعطاني الله سبحانه وتعالى يعم على الجميع كله، وهذه الجمعة هذه يبقى دائما الجمعة تاكم، والله يعم الفرحة على أمة سيدنا محمد، والله يجعل هذه الجمعة مباركة، وهذه الجمعة تكون مباركة مسعودة على أمة سيدنا محمد. الله يا ودي، شكون اللي ما اشتاقش لبيت الله؟ عرفتي شنو هو بيت الله؟ راه ماشي شي بيت شي واحد صاحبك ولا شي واحد عارض عليك، راه الله سبحانه وتعالى كيحل لك البيبان ديالو والدار ديالك، كيقول لك اجي عبدي اللي بغيتي نعطيها لك. وفي هذا نهار الجمعه كيفاش واحد ما غاديش يجري ويجاري؟ اي حاجه اي ساعه دابا في هذه ساعه مستجابه، اللهم لك الحمد، والله يتقبل من الجميع، والله يدخل هذه الجمعه مباركه مسعوده على امه سيدنا محمد، والسلام عليكم.